بعد شوي مشاهدينا رح نحكي عن موضوع كتير مهم يلي هو السلامة على الطرقات وكيف لازم وامتين لازم نبلش انه نعلم ولادنا كل هالامور. انما هلأ الكلمة للشيف شادي مع رشيد ملح. احبائي، من اجل السلامة على الطرقات ما حدا يطلع من البيت ويحضر بس الشيف شادي. شو رأيك بالموضوع؟ أحسن حل. هيك منوفر كثير. أحبائي صباح الخير من جديد، معنا خمس دقائق هلا بدي ارجع عيد بسرعة شو عملت قبل. عملنا القشطة مشان كمان التمرية. كيف عملنا القشطة؟ لتر واحد من الحليب بس غليو، حطينا معهم كباية واحدة من السكر، كباية واحدة من طحين الفرخة يعني السميد الناعم. واو، ماء ورد، ماء زهر، خلطناهم، أكيد سخنين عم يغلوا، حطيناهم بردوا، ولك وأنني هون. ها، هذه هي القشطة، طلعوا كيف؟ هذه هي القشطة الباردة يلي بدنا نحطها بقلب التمرية، طلعوا هون. شغلة كتير حلوة، كمان شو صار قبل؟ جينا حضرنا كمان القشطة كرمال نعمل الملوكية بالقشطة، يلي بسموها كمان البسبوسة الملكية. شو عملنا؟ لتر واحد من الكريمة الطازة أو كريمة حلواني غليت، ما حطينا سكر بقلبها لأنه الملوكية فيها قطر، فما بنحط سكر بقلب القشطة. بس غليو على جنب. شو عملنا؟ نص كوب من النشا خلطناه مع كوب واحد من الحليب البارد مع بعضهم وشلناهم وكبيناهم فوق لتر واحد من الكريمه، خلطناهم مع بعضهم. عطونا قشطه. هالقشطه حطيت فيها كوب واحد من الفستق الحلبي المقطع او المبروش او المفروم، وطلعوا النتيجه بس بردت. وهيدي هي القشطه يلي نحن هلا بدنا شو نعمل؟ بدنا نحطها بين الطبقتين من، خلينا نقول معمول او مثل عجينة المعمول يلي بدنا نتعلمها بعد شوي. عندي انا هون كمان البقلاوة جاهزة يا شيف شادي، شو حلوة بتعقد على شوكولا اكيد البقلاوة. وعندي كمان هون التارت مع الدراء او الفروتا شيروباتا يعني كومبوت، شيروباتا معناتها الكومبوت. انا عندي اليوم الدراءات الحلوين مع كريم باتيسيخ، هودي كمان عملناهم من كريمة الحلواني او الكريم باتيسيير او البيستري كريم يلي كان محضرها الشيف فيصل قبل، اما البقلاوه كانوا محضرين من كمان الشيف علي. يعني نحن هون كمان في شغله انه كل شيء بيبقى عندنا فينا نرجع ناكله بعد يومين وثلاثه واربعه حسب كيف بنحافظ عليه. بسرعه هلا عجينه كمان التمريه. 2 كوب من الطحين، وهلا بعد حوالي 4-5 ثواني بتطلع قدامكم على الشاشه فيكم تكتبوها مع كمان وصفه القشطه. 2 كوب من الطحين، انا دوبلتها للوصفه. بحط لهم كمان رشة صغيرة من الملح، ليكوا شو كمان العجين كتير هينة، رشة صغيرة من الملح، ملعقتين كبار من السكر، والوصفة قدامكم، ملعقتين كبار من السكر يا شيف شادي أو ملعقتين ونص لأنه دوبلت كمان الكمية، بنروح على 4 ملاعق من زيت نباتي، قدامكم شايفين ملعقتين لأنه دوبلت كمان الوصفة، وبجي أنا هلا هون ببلش أخلط، بضيف مي تصير عجينة ما بتلزق على ايدينا. نجي على عند غادة وضيوفة ومشان المرور. مكان المرور شو كان؟ مش عجقة السير؟ لا، ما فينا نحكي شوي عن عجقة السير، الله يخليك. بعد شوي. طيب اوكي، باي. بدنا نحكي هلا عن شغلة كثير مهمة هيك نحن بنصير بنفتخر فيها. أنا علمت ابني يسوق، كان عمره 12 سنة، هذاك بقول له لا أنا كان عمره 10 سنين، وبكل فخر. هالأمور قديش مضبوطة، شو عم يتعلموا، كيف عم يكتسبوا الثقافة المرورية، رح نحكي بالتفاصيل أكثر مع ضيوفنا بعد طريقك. لا، غير انه الشيف شادي كسر المطبخ، يعني هونيك شق ثاني هالقد متاخد بالمرور والعجقه المروريه. خلينا نرحب بضيوفنا لليوم، النقيب ميشيل موتران، نقيب بقوى الامن الداخلي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اجت على سلامه وراك، اجت وقعت كلها حوادث. كلها حوادث ما تعطل. بيير معلوف كمان صاحب انترناشونال درايفنج اكاديمي اوف ليبانون يلي رح نحكي عنها ونشوف قديش اهميتها باعطاء المبادئ الاساسيه بشكل صحيح لهالولاد يلي بدهم يسوقوا على الطرقات. الثقافة المرورية كيف بتبلش؟ وين بتبلش؟ شو بنعني فيها؟ ذكرتي حضرتك انه نحن عندنا سلوك او ثقافه او عادي بالمجتمع انه بنتباهى بنعلم اولادنا سواقه عبكير، لازم نتباهى نعلمهم سواقه عبكير بس المطرح الصح،
مش مثل ما عم بيصير هلا. بالطريقه الصح. مش باحضان اهلنا وعند الناس الصح، مش باحضان اهلنا. الولد ما بيتعلم سواقه بحضن اهله، الولد بيتعلم سواقه بمدرسه تعليم قيادي محترفه، مدربين وممرنين محترفين. بقانون السير الجديد اللي صدر بأواخر سنة 2012 ونحن هلأ عم نشتغل على تطبيق كل مواده بشكل جدي، إحدى المواد وإحدى الفصول بتشير لتنظيم مدارس تعليم القيادي بلبنان ونقل هيدا القطاع من المرحلة اللامحترفة إلى المرحلة المحترفة يلي الأولوية فيها وعنوانها بيكون السلامة المرورية. لأنه الثقافة المرورية نحن منشوفها من زاوية علمية أنها بتبلش بشكل غير مباشر حتى من البيت قبل ما نبلش نعلمه طريقة السواقة، بيبلش يشوف سلوكنا على الطريق. وهون الرسالة للأهل وللسائقين يلي عم يتمثلوا فيهم الأطفال وعم يتمثل فيهم الجيل الجديد، وصلوا الرسالة الصح كثقافة مرورية من خلال سلوككم، لأنه الولد بيكتسب السلوك صح. مش بصف وبصفين وثلاثة، بيكتسب السلوك من خلال الممارسات يلي بيكون عم يشوفها بمحيطه من عمر يمكن السنتين والثلاثة وأربعة. ابني عمره 5 سنين بيحط حزام الأمان وبيقعد بالكار سيت لأنه تعود على هذه الطريقة، ومش لأنه خلق بيعرف، لأنه بيشوف الحوالي عم يلتزموا بهالثقافة. على اللي قلته، بس أنا عندي شغلتين. أول شيء التنظيم والتعليم بأماكن معينة، منشوفهم عم بيتعلموا على الطرقات، هيدي بدنا يعني حتى بيكونوا مع ما بعرف حدا عم بيعلمهم، بس كمان على الطرقات موجودين. ما بعرف قديش في اماكن مغلقه ومخصصه، يمكن وحده منها رح نحكي عنها بعد شوي. الشغله الثانيه، وقت اللي بنحط قانون سير جديد بنقول ب 2012 يلي اخذ دفتر السواقه من 10 ومن 15 ومن 20 ومن 30 سنه، كيف بيعرف وين بتجبروه انه يرجع يدرس القانون الجديد ويطبقه ويتابعه كل هال؟ هو حقيقه سؤالك في شقين، الشق الاول بالنسبه للقوانين، القوانين بكل دول العالم ما لها مفعول رجعي، يعني من تاريخ صدور القانون بيطبق لقدام، ما فينا نطبقه لورا، ما بيمنع. ما فينا نقول انه نحن كل 5 سنين واحد بيروح يعمل. بلا صحيح، ما بيمنع هذا الشيء انه نحن نعمل نوع من دورات تاهيليه وحملات توعيه للسائقين القدامى، ولكن بشكل عام وقت تكوني عم تبني اجيال بتراهني على حركه المجتمع وبتراهني على الاجيال الجديده لتغير السلوكيات بشكل عام، ساعتها الجيل القديم بتقدري تعملي عليه كامبينز او حملات تطبيق توعي. قانون اكثر من توعيه، فهو بيصير عنده ردع وخوف من تطبيق القانون، والجيل الجديد بتكوني عم تشتغلي عليه لحتى تغيري له مواقفه، يعني الاتيتود والسلوك البيهيفير تبعه. بالنسبه لانه وين عم يتعلموا سواقه وعم نشوفهم عم يتعلموا سواقه وين ما كان، نحن هذا القطاع عندنا غير محترف بكل بساطه، بدنا ناخذ الموضوع مثل ما هو، قطاع تعليم القيادي طبعا بيير يمكن حالي من الحالات الاستثنائية، بس ما هن يعني مكاتب تعليم وعندهم رخص وبيعطوا الرخص. صحيح، بس نحن ما بدنا ننسى الفترة يلي مرق فيها لبنان على صعيد التطور الاجتماعي والتثقيفي بكل القطاعات، كان في مثل جاب أو ثغرة بمطرح معين. نحن العمل هلأ الجديد الحديث يلي نحن كمان ملتزمين فيه كخط بقوى الأمن الداخلي هو التحديث، إدخال المفاهيم الجديدة للسلامة المرورية حتى مع عناصرنا ومع تطبيق القانون على الأرض. نحن مرقنا بمرحلة كان فيها كتير أخطاء كمجتمع ككل المعني بالسلامة المرورية، مش بس تعليم القيادة، وجزء من هالمشاكل كانت بمدارس تعليم القيادة. أكيد في منهم المحترفين ألزموا بالقانون أنه يمرقوا بمرحلة انتقالية يثقفوا فيها المدربين تبعهم، حتى صارت بين هلالين شهادة تأس امتياز فني بده يخدها يدرس سنتين المدرب يلي بده يصير يقدر يدرب. يعني مش كمان السؤال الكبير اللي بينطرح انه انا حتى لو بعثت اولادي اللي بده يتعلموا سواقه على هاي المكاتب، طب اللي عم بيعلمون بيعرفوا اصول وثقافه السلامه المرورية؟ الجواب اليوم اكيد لا. بدنا نتعلم، نحن بدنا ننتقل لحتى نتابع بس ريبورتاج صغير لحتى نشوف الاماكن المغلقه يلي بتبقى مخصصه بالفعل لتعليم السواقه كيف بتكون، مثل الاكاديميه رح نحكي عنها بشكل مفصل. Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. اهلا فيكم بالاي دي اي. هيدا اول صف، الصفوف نحن عندنا معمولين مبدئيا ل 30 تلميذ. اول شيء بنبلش باشارات السير باشكالها بالوانها، لاعطي بس مثل على مثلا درس من الدروس اللي بنعطيها، اشكال والالوان وين لازم نستعملها وكيف لازم نستعملها، لانه في ستاندردز معينه بالعالم كله.
ما ناخذ او الدرس هون هو زيته الدرس بكون في عليه فحص. بنسال السؤال هون الانستراكتور بيعرف كل شخص بيطلع بيتسجل هون. نسأل السؤال هون ببين عنا نحن مين صح وببين عندهم هني مين صح ومين غلط. هلأ أنا جولة تالتة يلي بتصير درايفينج سيموليشن، يعني منسوق سيارة فيتاس من دون ما نلوس الجو. كل غلطة بيعملها اللي عم بيسوق بتقله، وبالآخر بيطلع عنا ريبورت اوكي قديش سقنا، قديش الوقت اللي سقناه، قديش الافرج سبيد، قديش الهايست سبيد، وين عندنا فايوليشن، وعلى الاساس نعرف قديش صار يعرف يسوق. وعندنا البيسك ميكانيك تبع السياره، وهلا عندنا اخر ستوب بنخبرهم عن الطرقات كيف لازم تكون مزيحه. سو هاو كليتهم بنشوف هالديفرنت سيناريوز هون وبنحكي عنهم. دراماتيك ان دير بوكس، jetzt muss alles gut gehen. اول اكاديمي من هالنوع بالعالم. نحنا هون بالأكاديمي منعلم مش بس الصغار، من الصغير ل all the way للي عم بيسوقوا وللي صار لهم 20-30 سنة، لأنه نحنا بلبنان نقصنا كتير 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 تعليم بنظام السير وكيف لازم نتصرف على الطرقات حتى يكون عنا أمان أكتر بلبنان. خبرتنا منيح بهالريبورتاج، تعرفنا عليها. هي كانت الفكره يمكن اول ما نعرف انه في اكاديمي لتعليم السواقه، اخذوها الناس شوي اذا بدك هيك باستلشاء، انه بنطلع اولادنا بيقضوا ساعه زمان بيتسلوا. ما كانت الفكره هالقد واضحه قديش هن عم يتعلموا وعم بيطبقوا امور على الارض. فخبرنا يعني كيف كانت التجربه وليش تم هالتاسيس هيدا لهالاكاديمي. هو الحقيقه اول شيء بلشت بالريو سيتي. ريو سيتي يعني كانت ادوتينمنت، قلت انا بعلمهم للاولاد وبذات الوقت هن وعم يتسالوا، لانه كل ولد بده بحب يسوق سياره. وبلشنا اول شيء يعني من عمر 7-8 سنين وطلوع، بعدين رجعنا نزلنا لثلاث سنين، يعني ثلاث سنين ولد هلا هذا جيل اذكى بكثير منا نحن، يعني بيطلع ثلاث سنين ببلش يسوق سياره لحاله هو ان كنترول، وبتشوفي انه بعد خمس دقائق they are in control، ما بيضربوا لهون ولا هون وبسوقوا السيارة. بس هيدي يعني خلتني طور الفكرة، ولأنه نحن بلبنان بحاجة لأنه الكبير كمان يكون معلم. بقى عملنا كتير investment بسوفتوير وما بين كل شيء على الريبورتاج لحتى يتعلموا الكبار، لأنه الكبير يعني كليتنا نحن ام سوري، بس انا دفتري سواقه بلبنان اخذته على البيرث داي تبعي ب 18 سنه اجاني هديه. ما عملت شيء يعني. هذا الجيل اللي كان عم يحكي عنه نائب، انه جيل الحرب يلي ما كان في قوانين، ما كان في التزام، ما كان في شيء حتى من الشركات اللي كانت تتعلم السواقه يعني. وانا هلا يعني لو انا هلا بدي اخذ دفتر سواقه، واذا بدي اجيب لابني دفتر سواقه ما ممنوع جيبه هديه يعني، لانه طبعاً حرام يعني، ما عم بعرضه للخطر. هو هلا بالطريقه يلي نحن بنعلم فيها اذا بس ساعتين بيروح الواحد لعنا نحن، اول شيء بنعلمه على نظام واشكال الساينز وكله. نحن ما بنعلم السواقه، نحن ما بنعطي دفتر اوكي، نحن بنعلمهم النظام اوكي. وصحيح انه عندنا سيميليترز بيعلموا سواقه من دون ما يصفوا بنزين، من دون ما يلوثوا الجو، من دون ما يعرضوا الناس لحوادث. بس قديش هن قريبين على الواقع؟ يعني قديش هن وقاعدين ورا هالسيارة إذا بدك نسميها، هي قريبة على السيارة الحقيقية والتفاعل بالطريق بشكل قديش يعني حواسهم بتكون على الطريق أكثر يمكن واعية؟ بدي لك قديش دقيقة، إذا بتغيري من البريمير للتروازيام بتقول لي غيرتي من البريمير للتروازيام غلط. إذا بتشيلي إجرك دغري عن الدبرياج بتطفي السيارة وبتقول لك غلط، بترجعي تداوم. إذا ما بتحطي السيت بيلت بتشلك علامات، إذا ما بتسكر الباب بتشلك علامات، إذا بتقلعي السيارة ومش لاحسها دوبرياج وحاطها بوين مور كمان بتشلك علامات، يعني هو كلياتهم، بتقلطي إشارة حمراء بتسرعي، كلياتهم
يعني موجودين. بتصور انه أوك. احسن بكثير من اللي عم نشوفه على الطريق. هلا نحن بالاي دي اي عملنا ستاتستيك ورحنا على 50 ضايعه تقريبا، لقينا 76% من الاشارات غلط، يعني غير مقبوله. اوكي اوكي. ونحن بهاودي الساعتين اللي بيروح لعنا منفرجيه قديش في غلط على الطريق، وبصير يشوف الغلط. يعني اللي بيروح بيقعد بس مره واحده لسن واحده بصير يشوف الغلط. انا هدفي انه اخلق كريتيسيزم عند العالم اوكي تعرف. حتى ينتقدوا، حتى ينتقدوا المسؤولين اوكي، حتى يصيروا يزبطون. لانه هو يعني المشكله مش بس حلتها بمحل واحد، حلتها عنا كلنا يعني اوكي، من اللي عم بيسوق على الطريق اوكي، للي عم بيحط الصاين على الطريق، للي عم بيزيح الطريق، للي عم بيأمن السير على الطريق. انه هاو كلياتهم كلياتنا يعني لازم نشتغل سوا. بس مثل ما قال الكابتن انه احنا هلا عم نحضر لجيل جديد، عم نحضر لجيل جديد. والشغله الثانيه اللي بقول لك اياها، يمكن يو منشن مره او شيء قلتي انه بيسوى الاولاد يبلشوا على 12 سنه يسوقوا. بامريكا بيعملوا كثير ستاتستيك اوكي، بامريكا ببلشوا يسوقوا على 16 على 16 سنه. بال 16 سنه كل 63 من اصل 1000 بيعملوا حادث اوكي. بال 25 بينزل تقريبا بيصيروا كل 8 9 بيعملوا حادث اوكي، وبتروح ستادي. يعني عندك عندك 9 years of experience اوكي. هلا هذه 9 years وقت اللي الولد ببلش يسوق اليوم، ببلش يسوق مع التوعيه اللي لازمه. يعني مش ببلش يسوق من دون ما انه يروح ويسوق بسرعه وما بعرف شو، لا، بس بصير في عندهم الاكسبيرينس والكونفيدنس اوكي، اذا بلشوا يسوقوا عن صغير، لحتى وقت اللي بيوصل بياخذ دفتر اوكي، بكونوا ان كنترول. يعني بكون في يعمل كنترول على السياره وبكون مرتاح. بس المهم يكون عنده الوعي الكافي انه ما يشرب وما يسرع. هيدي امور كمان يعني بدك الواحد قديش يلحق كل هالاولاد بكل المجالات. هون دور الاهل، دور المدرسه، دور الجهات المعنيه، الجمعيات، كلها هيدي هي باكج، هي رزمه. وذكر شغلتين مهمين بيير، انه مش غلط يبلش الولد يتعلم سواقه على 16 ولا على 15، لانه هيدي بتبني له خبرته بالقياده. وقت اللي بيوصل لمرحله يقود لحاله، لانه بال 16 و 15 حتى بالولايات المتحده الامريكيه ما بيسوق لحاله، بيسوق معه شخص عتيق بالسواقه بين هلالين. فهيدي بتقوي له خبرته بالقياده وبتنمي له اياها. اهميه هيك مشاريع وبالتحديد مشروع الاي دي اي انه بيخلق ضوء بنفق مظلم بموضوع السلامه المروريه، اكثر من انه هيدي ذكرها بيير، انه الفكره مش انه نعلمه كل السكيلز او المهارات تبع القياده لحتى ياخذ دفتر سواقه. الفكره انه فهمه لهيدا الولد انه في اشارات سابقة تلتزم فيها، دخل له ثقافه وعلى سلوكه الخطا. لانه ما في ولا شاب ولا ولد عم يوصل على الاي دي اي او بيروح على اي مدرسه لتعليم القياده وعنده ثقافه موريه، بيوصل جاهل بموضوع السلامه الموريه. وهذه شغله كثير اساسيه طبعا. مفروض صار نحس بالمجتمع وننمي فكره انه دفتر القياده منه حق، هيدا امتياز، هيدا بريفليج انت بتاخده اذا كنت متوافر فيك شروط. ما تنزل تتحول انت لشخص عم يقتل ناس وممكن يتعرض هو للوفاة. منه حقك، هيدا امتياز بتاخده اذا انت استوفيت شروط معينة اللي هي التعلم وثقافة المرورية. وهيدا شيء دور كتير كبير لكل قطاعات المجتمع. اي صحيح. بتأمل انه هالرسالة اليوم تكون وصلت للجميع. اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو العالم الصباح. شكرا لكم. شكرا. بريك صغير ومن بعدها نرجع منتابع فقرتنا.